بنت الشلبية عيونها لوهية، ادخل من قلبي يا قلبي انت عينيا، حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا. مقدم هشام مذكور بعد الوقف. انت بتعمل ايه هنا يا هشام؟ انت مش موقوف؟ حبيب قلبي اسمعني يا هشام كويس. لو متخيل ان انت جبت ادم عبد الحي عشان تصلح غلطتك وما تتوقفش تبقى غلطان. انت هربته وجبته. تعالى بقى نخصم ده من ده، هتلاقي نفسك لازم تتوقف هتتوقف. بص يا سيف، انا ولا هاممني الوقف ولا هاممني الشغل كله ولا هاممني حاجه. انا خلاص عرفت وزهقت. زهقت من الظلم والافتراء والوساخه. كرهت النفاق والمحسوبية. مليت من إننا كلنا شغالين زي خلية نحل عشان نخدم فرد واحد وناسين 80 مليون فرد. يا باشا أنا ما بقتش تبع النظام ولا هممني جهاز أمن الدولة ده كله. أنا بس في حاجة محيراني وعايزكوا توضحوها لي. هو مين جاي مع مين؟ هشام اللي جايب ادم ولا ادم اللي جايب هشام؟ طب لو هشام اللي جايب ادم يبقى جايب ادم عشان يصلح غلطته وما يتوقفش. بس هشام لسه دلوقتي قايل ايه؟ انه زهق وقرف من جهاز امن الدوله وعايز يقدم استقالته. لا حاجه تحير. طب لو ادم اللي جايب هشام، بس ادم ما عملهاش. ادم اذكى من كده بكتير ولن يتخيل ان وجود هشام مذكور هيقدر يحميه مني. ما انتوا لازم تفهموني برضه مين جاي مع مين؟ أنا هو يا باشا بين إيدين سعادتك، واللي أنت عايز تعمله فيا اعمله، بس بالله عليك مشي أمي وإخواتي، مشيهم كلهم. الناس دي ملهاش أي ذنب في أي حاجة، واللي تؤمر بيه سيادتك نفذه، أنا تحت أمرك. بص يا باشا، أنا إرهابي وقتلت وسرقت. أنا أي حاجة حضرتك عايزها، بس وحياة أغلى حاجة عندك مشيهم، ملهمش ذنب في أي حاجة. باشا أنا بصراحة جاي عشان أبوس على جزمتك زي ما حضرتك قلتلي. باشا ممكن اسالك سؤال؟ قول يا كبير، ده الليله ليلتك يا وحش. هو انت مقتنع ان انا ارهابي؟ لا. سيف يا حديدي، انت بتتكلم بجد؟ وانا عمري هرجت يا هشام مذكور ولا ايه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ ايه الاجراء اللي هنتخذه دلوقتي؟ ولا اي حاجه. ما عليك، هتروح على بيتك وهتفضل موقوف زي ما انت. وادم عبد الحي بقى ده ضيفي، هيتعلق وهيتنفخ، وبعدين يطلع على النيابه، وبعد كده يطلع محكمه، والمحكمه بقى تحكم معاه. احنا ملناش فيه. باشا هو انتوا ضميركم فين؟ ولا لا مؤاخذة يعني النفوذ والسلطة بينسوا الضمير ويخلوا خلق الله بالنسبة لكم مداس. هو لو آدم ده يا باشا كان ابن حد من الوزراء ولا ابن حد من المحاسيب مش كان زمانه نايم في بيتهم؟ ياخد أنا ابن بلدك، ده أنا مصري زيك، أنت بتعمل معايا كده ليه؟ ده أنا كنت بدافع عن واحدة مصرية كلب أمريكاني كان عايز يغتصبها، أنت ليه محسسني إن أنا جاسوس؟ هو بجد يا باشا أمريكا بتؤمر وحكومة بلدنا بتركع وتطيع؟ فهمني يا باشا، ولا حتى مستخسرين فينا إن إحنا نفهم؟ بالظبط، أحسن حاجة إنكم ما تفهموش، لأن كل ما بتفهموا بيبقى خطر عليكم وبتغلطوا، وإحنا بنحبكم ما نحبكوش تغلطوا. لا حنين يا باشا، حنين. بمناسبة بقى الحنية يا آدم، أنا مجهز لك مفاجأة هتشكرني عليها وتعرف قد إيه إحنا بنحبكم. إيه يا ابني؟ ابعت لي أم آدم عبد الحي ومراته والبيت المسيحية. أنا فخور بيك يا هشام. أنا بعرفك من 14 سنة، أول مرة تاخد قرار صح في حياتك. يا ابني أنت مكانك مش هنا، أنت كبيرك محاسب في بنك، تعد فلوس غيرك. ما تخافش من اي حاجه، ما تضطيش من اي حاجه، ما تخافش غير اللي خلقك، وما تضطيش غير اللي خلقك. اعمل الصح وقول الحق ولو على قدك. بلاش يا آدم، ارجع يا هشام، أرجوك يا آدم، ارجع يا هشام، ريح نفسك. مش كده يا آدم. الصح وقول الحق ولو على قدك، ما تخافش من اي حاجه، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير اللي خلقك، وما تطيش غير اللي خلقك. اكسب نفسك احسن ما تحاول تكسب الدنيا وتلاقي نفسك في الاخر خسرت الدنيا وتعيش في جحيم زي خليك فاهم. اعمل الصح وقول الحق ولو على قدك، ما تخافش من حد، ما تخافش من اللي خلقك.